يا جماعة أنا آسف، أنا قضيت فترة من عمري بعمل حاجة غلط. في ناس كتير قوي بتعمل ذنب وتستغفر ومش عارفة تتوب. الشيطان ابن الحرام بيعمل إيه؟ العلاقة الزوجية بتلتزم إنك أنت تعتذر حتى وإن لم تكن مخطئ، ما تقعدش تلح قوي قوي. أنا هقولك أنت صح، أنت صح. تعالوا نشوف هنتكلم عن إيه النهاردة. الاعتراف بالذنب بيصدر من انسان راقي جدا وعظيم جدا. ليه؟ لانه انا عندي القدره على اني اعترف بخطئي، والاعتراف بالخطا هو بدايه التصحيح. انا كنت يا جماعه ماشي في طريق غلط وبعدين اكتشفت ان انا في غلط، مش عيب ان انا اقول ان انا غلطان، لكن العيب ان استمر في الغلط. يعني بنقول ايه؟ الاعتراف بالحق خير من التمادي في الباطل. انا بدخن، بعد فتره اكتشفت ان التدخين غلط، يبقى اتوب واعتذر. خلاص يا جماعه انا اسف، انا قضيت فتره من عمري بعمل حاجه غلط. انا كنت بسهر طول الليل، يا جماعه السهر طول الليل كسر المناعه، كسر عظمي، بوظ الدنيا. انا تبت واستغفرت وان شاء الله هنام بالليل زي ما ربنا ما قال واصحى بالنهار. وبرضو في ناس كتير قوي بتعمل ذنب وتستغفر ومش عارفه تتوب. يعني سين واحد بيشرب سجاير، يا رب توب عليا، ولسه بيشرب، يستغفر ولا ما يستغفرش؟ يستغفر رغم الذنب. اقول لك ايه؟ انا هستهزأ بربنا؟ لا، بلاها استغفار بقى، خليني مع الذنوب. الشيطان ابن الحرام بيعمل ايه؟ الشيطان عاوزك تقع في المعاصي وما تروحش لربنا، بس ربنا عاوزك ترجع له حتى مع الغلط. تغلط وتستغفر، وتغلط وتستغفر 100,000,000 مره، تغلط وتستغفر. ما دام بتغلط وتستغفر عارف ان في رب، لسه في اله. انما تغلط وما تستغفرش يبقى الشيطان ضحك عليك. وبرضه الاعتراف بالذنب قد يكون في ذنب فعلا وقد ما يكونش في ذنب. يعني انا حد زعلان مني، فاللي زعلان مني ده انا بعتذر له، سواء انا عملت حاجه غلط او ما عملتش، هو فهمها صح ولا فهمها غلط. الاعتذار احيانا بيعمل ايه؟ بيرقق القلوب. يعني خلي بالك معايا، كان في زمان ناس بتجادل، وده يقول حجته وده يقول حجته وعاوز ينتصر، فكان يقول له ايه؟ لا تكسر اللجاج فتكسب القضيه وتخسر القلب، ما تقعدش تلح قوي قوي. انا هقولك انت صح، انت صح. برضو العلاقه الزوجيه بتلتزم انك انت تعتذر حتى وان لم تكن مخطئ. نحن نستغفر عن اشياء لم نفعلها، احنا كل النهار نستغفر وطول الليل نستغفر. انا بستغفر بعد الصلاه وبستغفر بعد الحج، فاذا افضت من عرفات فاستغفروا الله. فانت بتستغفر بعد الطاعه لانه ممكن تكون غلطت وانت مش واخد بالك، يبقى ما بالنا في المعاصي. يبقى انا بعمل ايه؟ بستغفر. والاستغفار لا يقلل من قدري، والاعتذار لا يقلل من قدري. فالاستغفار هو ايه؟ اعتذار الى الله، صح؟ مش بقول يا رب سامحني، انا اسف يا رب حقك عليا، انا غلطت، زي ما بقول ربنا سامحني زي ما اقول للناس سامحوني. حاجه تانية، اذا كان الاعتذار فضيله فشكر النعمه فضيله، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، وان من شكر الله ان تشكر من اجر الله نعمه على يدي. واحد جاب لي كوبايه مي، جزاك الله خيرا، سقاك الله من الجنه. واحد كنت في مكان فوسع لي، شكرا لك. وانا ماشي كده حد خبطني، انا اسف حقك عليا. فالاعتذار ده من شيم الكرام العظام. تعلم ادب الاعتذار كما تتعلم ادب الاعتراف، كما تتعلم ادب الشكر. يعني ايه؟ من لم يشكر الناس لم يشكر الله. في واحد تدي له نعم وتدي له حاجات وجيب له لبس ما بيقولكش شكرا ولا جزاك الله خيرا ولا ربنا يخليك ولا ربنا يديم عليك ولا ابدا، كانه فرض عليك انك تجيب لي. ما ينفعش. الحساب يا محمد. يا رب. هات يا ابني، شوف لك معايا جنيه فك. خد يا ابني بمناسبة رمضان، ربنا يتقبل، ربنا يتقبل يا جدعان من غير رياء.